rocket. كيفش اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا سلس اخوان كرافت. اليوم هاي الحلقة الثانية. هذا احنا اصلا معاكم مصطفى نجم الالعاب بهيب. اليوم راح نسوينا رحلة كهفيه نفس ما تشوفون انتم هسه بالفيديو. يلا يلا يا بنات قولن هلو. هلو شلونكم؟ يلا يلا خلنا نبدي. تعال يا اخوي مصطفى. نعم. بيكاكس ما تتحول. هات بيكاكس بس هو اصلا شوي حيث خرب. عادي عادي حتى لا. انا عندي انا. يلا. يا تعال وراي اخترقي. تعال يلا وياي. لحظة هذا مو كنا هذا كنا نصعد بيه ونطلع بيه. تعال ما لنا غضب. وينك؟ وين رايحة؟ تعال هنا هنا. كي رقية اوصل فحم. تعال عندنا وايد فحم. عاد احنا نجمع فحم. تعال تعال نضيع واحد بعد منو يلقى الواحد. تعال احنا ما عرفنا بس ما تروحوا وتمشي بعد شلون نلقى الواحد. لا خابين التورت. تعال شلون نشوف والله خلنا نجمع. وانا نعم على الخشب ما عندي. تعال انا عندي انا راح احلل الخشب. هاي خشبايات اثنين. تاج هذي مكسرين. هاي عندي كل شيء هو اخوي. عندي كل شيء هو. يلا جمعت عندي 24 ستاك قصدي ستاك من اللي يسمونه. تعالوا يلا تعالا. وين كان؟ هاي اختي وراي ورد اخوي. هذا ايرون. يلا اهم شي نلقى الدايموند. وينك وينك؟ اين انت؟ يلا الو وينكم؟ تعالوا هنا هاي الحفنة. اعتقد احنا نلقى بيها هذا دايموند. اذا تشوفين مكان بي لافا تلقين بيه دايموند. انا اقول ورد بيت اكو دايموند. وديت وانت وين ما تعرف تلاقي. قولك طفيت اللعبة. هنا بسرعة. قبل ضعيمة. أنا وين الستون؟ أنا هذا حط الماي. هلا أخواني. جديد. هذا أفيد. سد الماي. بس شلون والله سد الماي؟ يلا تعالوا. كمان ايه هذا بستون. لا ايه غزيرة بستون نحتاجه.
يمكنها تتكسر سيدين هذا. لا 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 حمد وين شغلت التبرون؟ طلب مكان شاك زين بعد ما سكت عمي نص غابة احتفظ احتفظ أكلت العام أهم ممكن سويها شوف الدايموند بس نبقى بعيدين خاف نطيح يلا أكل فحصة جدا لا كيف كثير كيف تذكر الأرض ما ينكسب لي هذا زين إنه ما عندي الباكت لجت متت ما ينكسر بيك أشكال الأوبسيديان ينكسر بس على الدايموند لا لازم لازم عاد تذبين عليه ماي زين هذا ما عندي بكت تعال يلا وين هذا عندي بكت وين هاي بكت من هذا المكان لابا هذا المكان هذا الأفضل علي وش نعيش وكل ساعة طقتها منا يلا وين الكحول شو كانت عندي ماي وين واحد بكمل بيتي لان ما كملت روح عاد انا اكمل هاي الواحد كهفيه شوف شوف احنا من بدنا نطق بالغلط متخلف متخلف فوليتش هوني تعالى رجل حسب الدنيا ليه ما حاطينا بالوحوش من الدرج من دلك مصطفى من دلك من طول الدرج من دلك خلق السر يا ذا جوجل